اوكي الفوتو طبعا هذا فيه كثير شغلات لسه بدها اديتنج بس انتوا اللي بهمكم اورجيكم الفايل اورجيكم الاكسمل كان عندي XML فايل كان عندي XML فايل فيه داتا كثير كبيرة الروت عند ألمت عندي كان اسمه تست داتا وبنتي تست داتا بعدين عندي هدف تستر and so on بعدين عندي معلومات معينة and I wanted to extract بعض من المعلومات من هذا الـ XML فايل لا الـ XML فايل كبير actually إذا تطلعوا حجمه تطلع مش كبير 13 ميج بس كون بحتوي تكست كان اتس بيج هذا نعمل له رننج على السريع بس نشوف الاوتبوت اللي بيطلع and then we can explain the details okay clear اطلع هون على هذه الرن open right see right click paste okay okay so the perl file it takes a lot of things البعض منها طبعا جاي بس بتعرفوا قصة ال options باليونكس انه you can provide an option يعني مثلا عبدان البير سكريبت البير انتربتر على السكريبت فايل وبقول له خذ الاوتبوت فايل اوتبوت فولدر يكون الفايل فولدر تبع الشمال الانبوت برضه من الاكس ام ال داش تي خذ معلومات مختلفه هلا بدون يسمع الاوبشنز انه بقول لك يو ار يوزنج اوبشنز مثلا داش تي شيء داش او شيء انه انت مش بتحط الاوتبوت بنفس الترتيب لأن هو بتعرف عليهم من الأوبشن داش أو وداش تي وداش يو أو whatever it is anyways over here if you do if you run it المرة الماضية كان عندنا مشكلة في running it فعشان هيك قلت لكم ايش دو فهي عماله بيقرا ال XML فايل بيقرا من وين؟ لاحظوا لو قلت له خذ الانبوت من ال XML فولدر فبروح بيقرا الفايل من ال XML فولدر اسم الفايل طويل غريب عجيب بس هو XML فايل وبطلع منه معلومات اللي هو بده اياها رح نشوف هلا شو محتوى الفايل النهائي بعدين نرجع على البارسر شو اللي بيتم ذكروا احنا وي ار يوزينج البارسر اس از عندنا بارسر بيقرا الفايل بيقرا بارسينج بحصل على التري وانا باخذ التري ما يلزمني فقط اوكي سو باخذ فقط ما يلزمني خليه يخلص هلا الفايل اصلا طلعته امبارح تاريخه 1/11 probably بدك تفوقه I hope not هي CSV file okay right oh صارت تفوق 2/11 صار هلا 5/24 هذا بدك تفوقه طب نستنى ليخلص معناته هلا بس قبل ما تكمل شباب انا عندي مشكله بصراحه بهالمحاضرات اللي بيجي يوم سبت مش عاملها من كثير للاسف ما كل سبت السبت في سبت عطله يعني انا كان 6 اسابيع لقاءاتنا بيني وبينكم توزعوا يمكن على 10 اسابيع والسبب هو هالاعياد اللي بتعتدي المناسبات اللي بتعتدي هلا السبت القادم شو حلقيكم هلا انا راح اعطيكم مشروع اكيد هلا يعني I have no choice but to give you at least one project لانه انا لهلا انا انتم عم تيجوا ما بعرفوا عم بحضر بس مش قادر اعمل لكم evaluation بتفهموا علي probably بس بتطلع من عندي بدل ما تشوفوا السبت اللي ورا عم تشوفوا السبت اللي ورا اللي وراه فترجعوا الأسبوعين نسين كل اللي حكيناه قبل برا so it's a disaster بس هيك الفصل
خليني بس عمل ما يخلص. Let's just go one step back ونشوف بس شو اللي نحن غطيناه بالسيشنز up till now. اللي حكيناه بالسيشن الأولى حكينا على الشانل بيسكس وحكينا شوي على الدي تي دي والسكيما وبعثت لكم السلايدز. اوكي؟ السيشن الثاني حكينا بس مش بعمل لكم ما في صح بس خليني اخذه على هذا. بالسيشن الثاني حكينا على اس اس ال تي حطينا عن كل شيء شفناه بال W3Schools.com على اس اس ال تي اعطينا اكزامبلز اوكي وحكينا على الساكس بارسر وقلنا انه ايفنت دريفن اف يو ريمبر انه في ايفنت لكل شيء تذكرت تقول للسي بان اذا بدكم تشوفوا اظن ذكرتها بس مش مبينه هون اوكي اذا بدكم ببعث لكم وات ديد اي كفر في كل حصه وين حطيت السي بان اوكي انه لازم تروحوا تطلعوا على السي بانز عشان دوت اورج سايت عشان تشوفوا كل الميثودز ذات يو كان يوز فور الساكس بارسر. في المره الثالثه اللي هي كانت قبل اسبوعين برضه كمان نحكي عن الساكس بارسر قلنا انه الساكس بارسر اعطينا اكزامبل اكشولي هاو وي كان ترانسفورم فروم اكس ام ال تو تكست. طبعا ميزته انه it's event driven so you can do things probably you can do مع XSLT بس بعطيك في الباور اوف بروجرامينج انه to handle it to manipulate the data اوكي وتطلع الفورمات احسن. السيشن المرة الماضية برضه كمان حكي على الدوم بدل نحكي على XML XML بس لازم نمشي من الفايل نحول XML XML واليوم رح نحكي على XML CSV و CSV XML عشان رح نحكي الـ DTD اللي كان بدي اشغلها وفرصتي ما بقدر اشغلها ببيرل ال 12 اللي هو المفروض بين ايدينا تذكروا انه الفيرجن اوف بيرل يو ار يوزينج خليني اخلص اني ويز افتح لك سي ام دي بتعمل له بيرل داش سمول في بقول لك شو الفيرجن اوف فنحن عندنا فاردو 16 حتى الفاردو 08 شغال عليها اوكي او تشكيله البي لانه صار في البيرل انقسم بمرحله معينه صار في ريفولوشن عليه وقالوا انه بهذه المرحله هلا بحاولوا كثير شغله يرجعوها كومباتيبل يرجعوا يكملوها ويغيروها بس بعدين تغير كثير كان البيرل بالزمانات كثير فيه مخلوق سي هلا طلعوا سي حاولوا يستغنوا عن السي ويعوضوا كل محل السي في البيرل في كثير شغلات بطلت تشتغل وهلا عم بحاولوا يرجعوا يكملوها يشغلوها بس مش صار شغال وحده كان الدي تي دي حصيله صار اكسس بوينت خلي مطرح اكيد عزمة محمد ايش اسم النتورك عندها؟ اندرويد خلي عندك يعني اكاسيد وما مش عندك هي خلص هذا انويز فخلص فيش باسنج الفايل بس انا عم بعمل فريد للميموري واطلع فايل اللي اذا بتطلعوا شو دو سي اس في تحت دوم وان تحت اكس ام ال الساعه هلا 5:30 الصبح توقيت امريكا فاليوم 2:30 سي فايل سي اس في طلع It's a common separated file. You can open it on Excel. هذا تطلعه لون الايكون نوع الايكون ايكون Excel. بس أنا عندنا نفتحه والداتا اللي طلعها هي داتا أنا بدي إياها. أنا قلت له هذا اللي يعني. So I will go over the file عشان أشوف اللي طلعته كم شوي. بس عشان أحاول أشبك على النتورك تبع زميلكم. شو تلي اسم النتورك محمد؟ اندرويد اي بي في عليه باسورد شو هي؟ ايه واحد اثنين ايه
اي من 81 هاي اندرويد اي بي 30 هلا بيا اوكي سو بكبس عليه وبقول له كونكت قلت لي اي ها 1 2 3 4 5 6 7 8 كونكت اوكي هي شباب اوكي طيب هوبفلي هذا الاشبك اللي على المكتب ليش اسير بس ما سمعت هذا الانترن للجامعة مش عايش بقول بس فحاولت بقى بفشل لأن هذا انسان انترن الاي بي انا عارف كل شيء anyways بحاول اجيب السيرفر كله المرة الجاية anyway مش فشل بجديد خلص معناته الانترنت اوف حاول البطارية لا ما نفس الشيء لأنه بطلعني برا الجامعة فلما بعطي اي بي هذا اي بي داخل الجامعة بقدرش اشوف وانا هون على الستودنت نتورك وبمكتبي على التيتشر نتورك وبين الاثنين فيش بريدج سو للاسف يعني اصيله محاولتنا كلها بقت فشل anyways let's go back للسكريبت وشوف ايش فيه بالاخر it's a Perl script قريب من السي it's all you do I define my variables وبقول إذا مش مبرق ولا argument باخذ default صح؟ إذا أنت بتأخذ ديهم من current location هذا أقول that's easy أنا بهمني وكل أنا checking أنا مش هذا اللي بهمني اللي بهمني إنه أول ما ببدأ أقرأ أعمل parsing للفايل اللي هو basically parsing للفايل هلا البيرل بيجي معه إمكانيات إنه بقدر أقرأ الفايل المضبوط إذا دوت زيب أو دوت جي زي بيقرأ الفايل لحاله وهو بفك ضغطه وبيقرأ ف which is good يعني فالبيرل بيجي معه packages free في free available اللي هي الفايلات المضبوطة ويتعامل معها ويخليها هي مضبوطة بعدين لأنه هو بفك ضغطه بتمبرري فولدر بعالجها بعدين بحط تمبرري فولدر بعمل فايل بخلي لك اياها الفايل المضبوط ف that's the beauty of Perl عشان هيك بتعمل Perl اوكي انا مش هذا اللي بدي اياه انا كل ما يلزمني بفتح الاوتبوت كثير برضه هذا بيهمكم كثير اللي بيهمني انه هون بنادي الباسر باسر فايل بعطيه اسم الفايل طبعا الباسر هو اتس دوت باسر that's a method in dump parser XML dump okay هاي إذا طلعوا أنا لما عرفت الباسر عملت new object XML dump parser ولما نديت الباسر تحت الباسر نديته على الباسر هذا اوكي هذا قلت له الباسر بارس فايل فالباسر هي عباره عن ميثود بالباسر اوف تايب سول فبدل الاسم الفايل بدي اعمل له باسنج هلا اول ما اعمل باسنج طوالي اكشلي اكثر وحده هيك بتاخذ وقت هذا يمكن بقعد فيها خمس دقائق وببدي اكتري اكشلي يمكن اتس جود اني اوريكم قديش باخذ ميموري اعيد الرننج وتشوفوا شوف قديش how much it pumps the memory بس خليني افتح
GDPR. خلينا أروح على performance. Okay. خلينا أتعمل الرن. Okay. طلع شو بصير في الميموري. تعرف الميموري؟ طلع شو. والسبب كله الميموري شو بتتاخد؟ كله اللي عمل بني بتري. عمل كله بحمل 13 ميجا على على الميموري ببني النود والاتريبيوتس ببني العلاقات البيرنتس اند سو اون. رح تشوف انه هذه العلاقات رح تساعدنا بنفرض ناخذ الاكسبيرت او مش بكره اكشلي اليوم هذا بيخلص الدوم والاكسبيرت. اوكي لانه الاكسبيرت بستخدم التري عملها عملتها الدوم عشان يمشي على النودز. اوكي اكشلي بسيطه من اسمها باث بصير ياخذ باث يمشي هيك هيك ويلاقي لك المعلومات اللي بدك اياها. شو رح نحكي عنها اليوم؟ طلع شو عمل في الميموري؟ خرج طلع الميموري صار ناخذ والله 7. انا عندي كلهم 2 جيجز وكل الفايل 13 ميجا. فلو انا عندي فايل اكبر من هيك اشوف المره جربتها على قبل الجهاز انا حاطه بالستارت مال البي سي ما كانش في مجال لانه عبى الميموري وخلص وعلم هو يعمل سواب في الهاردس. لاحظوا كيف هي عمل قصه فشوفوا شو لاحظوا يصير بس يخلص تاكل شيء رجع لا والله. So the first conclusion is that DOM is a very extensive in memory. Is there a solution? Of course, there is a solution. But the Perl has a solution. But the solution, I'll remember. And then you can go and check it out. Look at what's called XML. Wait. XML is about a parser. But it's not easy to wait. التويك ممكن تقول له انا اعمل لي بارسينج لجزء من الفايل فبعمل تري على جزء من الفايل تعمل له بروسيسنج بعدين تمحي التري بتعمل تري على الجزء الثاني يو بروسيس ات تمحي التري بتعمل تري على الجزء الثالث اند سو اون في كان دو تري بير سكشن بينما الدوم لا الدوم بعمل تري على كل شيء. اوكي سو بحمل طبعا الدوم له ميزته انه بما انه كل شيء محمل You can do whatever you want على الفايل. التويك لا ممكن تحمل كله اذا بدك للفايل، بس اذا حملت جزء وبدك تتعامل مع جزء ثاني يمكن تحط بخلص الجزء اللي بدك فيه. بس بقيسه للتويك انه يمكن هذا الفايل حجمه ان شاء الله 1 تيرا بايت ما عندوش مشكله. You do it by section بتعالجهم وعلى كيف. It's a very very powerful. I can show you examples. انا نزلت التويك انا عندي وحكشت فيه. So you see, كله طبعا على السي بان بتلاقي. طب هدول الستراتيجيز بس على البيرل بتشتغل؟ على البيرل هلا في شغلات مثلا بتشتغل على الجافا سكريبت. في شغلات انها ردي بيت على الجافا سكريبت. وعلى الجافا بتستفيد. وفي على الجافا يعني كل هذا اللي على الجافا بتلاقيه. بس نفس الباكج خاصة للبيرل يعني للجافا في للجافا شيء اوكي. اكزاكتلي. هلا هذا اتس بيرل باكج للبيرل الجافا له its own packages. بس له انا اي لوك الجافا لها its own packages. بس انا بتعامل مع البيرل لانه احنا بطبيعه تعاملنا شفتي وي يوز بيرل كثير. فعشان هيك وي ستيك تو بيرل. بس الدنيا يعتبر بشكل بسيط جدا. بقول لك لانه لما بتعرف شو بكون تري، التري مع بعض بكون عمق خيزتني بعشرات الالاف لمئات الالاف من التشلدرن ولازم يحافظ على كل اللينكس وعشان تمشي الاكسبيرت لازم تكون العلاقات مربوطه فهذه عباره عن داتا ستراكشر تفضل داتا ستراكشر هلا كل الاروز هذول اللينكس هذول بنحفظهم بالنمره بس شوف الاكسبيرت بتقول واو منيح في دوم هذا الاكسبيرت باخذ الدوم بنشتغل عليه فوق طلع سي بي يو يوزج يعني يوزج يقول مقبول بس الميموري اللي واو على كل سنه ثواني شوف انه 1.77 قديش بنزل بس يخلص دكتور ليش يعني
غير الممس يعني ليش الرهبان البيري يسمونه؟ شو السبب؟ الرهبان البيري يسمونه غير الممس أو شيء زي؟ غير الممس غير بس ده سايت. لا بس هم يسمونه رهبان البيري. طب شو ممك يعني؟ ممك رهبان آه. يعني أنت معقد يا أوش زي يعني تقول؟ لا والله مش معقد. وين هي لما طلع عليها هلا رح أورجيك شيء بالإكسبان. هلا أول طلع عليها توكس تشاينيز. اه لانه بستخدم سيمبلز وحركات بس لما تعود عليها بصير فيري فريندلي الامور. اه بس البيرل هي خلص اوكي طلع بس عامل فينش نزل ل 1222 يعني اوريدي في نص جيج من الرام من 77 ل 22 اكشولي نص شوي حتى 50 ميج راح فقط على الباسنج لل 13 ميج حسب لفايل حجمه 13 ميج راح بالفايل سو الفايل كثير كبير والسي بي يو طلع نزل من 25 هذا السي بي يو يعني بعمل كثير بروسيسنج اوكي بس هلا اوكي لما يكون عندك سيرفر انت عليه 16 30 جيج جرام يو ريلي دونت كير لانه بتحملها بس اه لا هي بتاخذ وقت انا بظبط الوقت فانت تتوقع انه في عندك بروسيسنج عالي هاي الاكس ام ال فايل اللي عالجناه هذا هو لا هيو هذا هو أو الأول واحد حجمه 13.68 كيلو بشكل واللي طلع نتج الفايل هي السي اس في 542 هي طلع قبل شوي سيم هو نفس الفايل اللي اللي تعالج قبل شوي anyways بس أنا ما يهمني هلا طبعا أنا بهمني السكريبت الفيرل سكريبت كمان مرة يا شباب اللي ما بعرف كثير الفيرل أنت بالنهاية رح أبعث لك هذا الكود هذا رح يكون بالإيديك والمطلوب منك أكثر رح يكون هاي التمبلت بدك تعدل شوي يعني أنا بالآخر إذا عبت على بير بما يجسد أنا بساعدك إذا مش حابب كتير تعلق بس السنتف ستاونز يعني جديد المعطلة أوكي شو قلت له شو أكشولي لما قلت له أنا البارس أعمل له بارس أعمل تري وين حقها في بارب اسمه دوك هلا كل تري عندك إياها بالدوك بعدين بقول له جيب لي كل النودز بيحبوا باسم اسم this data جيب لي اياهم في دوك في ميثود اسمها get element by tag name طبعا لما جت الاليمنت هاي اذا بتروح على سيبان بالاخر مرجعيتها رح تكون سيبان لانه اذا بتروح على سيبان خلي هذا مفتوح هذا الجهاز تحسه بعد ما خلص من الدم بضل هيك شوي يعرج قول هذا الويندوز اللينكس ما عرجش بس يخلص يعمل فريد للميموري بتكون بتسترجع كل الميموري الويندوز ما بيعرفش اللي في الميموري مانجمنت انه بسترجعهاش كلها اكس ام ال دوم اوكي هذا اكس ام ال دوم مش هاي اظن اللي تحتيها طلعوا اكشن اذا طلع على الاكزامبل اللي موجود على السيبان بشرح لك بشرح لك كل شيء في ميثود سوجت الاليمنت باي تاج نيم بعطي اسم الاليمنت برجع لك كل التاجز كل النودز بيحملوا هذا الاسم يعني طلعوا على الميثودز اللي هون جيت اليمنت باي تاج نيم واحده منهم وراحت هلا بقول له انا جيب لي كل النودز هلا مش هدي لو النود انا فيها تستخدم صح فبجيب لي بس نود واحده وبفحص للجيت لينك اذا طولها صفر معناته مش موجوده طوالي بعمل ايرور بضرب وما كملش انا بكون عارف انا شكل الاكس ام ال اوكي بعدين لما بلاقيها لما بلاقيها اذا طبعا انا عندي كان كان الكونديشن انها تكون موجوده ولمره واحده
فإذا مش موجودة كنت أعمل أرر وأطلع، وإذا موجودة أكثر من مرة أعمل أرر وأطلع. بس قولي هذه اللي حاجة السكريبت تبعي، الخطة بيكون حاجتكم أنتم. فأنا على كل قبل ما أخذت إياه خلف وهذا كله وأخليها. هلا تو أكسس الإلمنت بعد ما جبت التست نيم بأنه النود وحدة، بقول له التست نيم جيت أيتم زيرو، بجيب لي أول أيتم فيها اللي هي مش مجموعة نودز، والهون هذا سبيشال نود، نود وحدة. فلو كان في 10 إلمنتس الايتم 0 بيجي لك النود الاولاني، ايتم 1 النود الثاني، ايتم 3 ايتم 2 النود الثالث اند سو اون. اوكي، فبحط لك كلهم النودز مرتبين ورا بعض، اند يو كان اكسس كل نود بايتم رقم النود. اوكي، انا ما بعرف انه هي مش الا غيرها، فهي دائما على ايتم 0 لانه هي الوحيده. بجيبها بعدين بجيب كل النودز اللي بيعملوا باسم هذا النود. اظن برضه كان عندنا نفس الكونسترينت تكون مره واحده. بتكون item 0 احمد item 1 فتحي item 2 هيك بس يكون. اوكي، وبتفاعل معهم. هلا لما بجيب item 2 اذا فتحي مثلا بدي بهمنيش فتحي، بدي اضرب بدي الامبلوي اسمه احمد. اوكي، فساعتها اي كان دروب ديما، اي كان دروب هذا لحد ما اخذ الامبلوي. اوكي، بجيب هون most of last of all اللي كنت اعمله انا هون، كنت اجيب get element by tag name، وفي get element by value. على خمسة بتطبطر هذا get element by tag name و get length، اللي هو بقول لك كم نود عندك في السب تري اللي طلع لك اياها. اوكي، قلت لي اوكي. هلا بعد مره بدي اتريبيوت. هلا مثلا الامبلوي ديما، اوكي، اللي هو اول امبلوي له اتريبيوت مثلا نيم، ديما. كيف بدي اجيب الاتريبيوت؟ في ميثود اسمها جيت اتريبيوت. هلا ربما النود ديما فيه اكثر من اتريبيوت، عندك نيم ديما، عندك الايج، عندك الطول، اند سو اون. هلا ذيز ار اتريبيوتس. إذا بدي الاتريبيوت نيم بقول له get attribute، بحط له اسم الاتريبيوت بين قوسين وبقول له get value. لأنه إذا بقول له أنا بس get النيم برجع لي structure، وان element منها هو الفاليو تبعها هو النيم. فأنا بقول له get attribute، بحط له اسم الاتريبيوت بين قوسين that points to get value، فبرجع لي ساعتها الاسم تبعها. راح احاول طبعا انا اعطيكم لهذول الاكزامبل اللي راح اوريكم اياه، راح اعملكم على الامبلوي. يبدو لي الامبلوي اكزامبلز ار اولويز فيري فيري ايفيدنت، يعني كيف بكون اسهل من التعامل مع داتا جامد من اللي سمعت كونتكتر. لاحظوا تلاقوا برودكت بروجرام تستر شيء بخص الصناعه هذه التكنولوجيا هذه البارتيكولر. اوكي، هلا طبعا كل الفايل اكس ام ال هذه كان يجونا هم بيطلعوا الماكينه، الماكينه اللي بتنتج البريكرز نسيت الويفر للمره العاشره، بليز ذكرني يا عم فتح، ارجو الويفر. اوكي، الماكينه اللي بتطلعوا ونحن بناخذهم على البروسيسنج، بنزل اللي بدناش اياه وبنخلي اللي بدنا اياه. اكشلي كان كل اللي بدي اياه معلومات بس عن التستر وعن الويفر والديتا. فاذا تلاحظوا الفايل اللي طلع اللي انا اطلعته بالاخر، لانه هذا كان يهمني السي اس بي فايل، كان معظمه له هدر بس المعلومات، اسم التستر، اسم البروجرام، بلا بلا بلا، والديتا. كل هذه الديتا اللي بتهمني، الهدر اللي عمل عليها بروسيسنج انا. هلا نحن ليش بدنا نطلعه؟
هلا في عندك في مرحله لاحقه هذا اسمها بري بروسيسنج للداتا داتا بين اكس ام ال كنت اعمل لها بوكس اطلع منها انا تكست فايل وفي شيء اسمه فورمات فايل بجيب لها تكست فايل وباخذ اللي بده اياه وبحطه بالداتا بيس اوكي فهذا يسموها البري بروسيسنج للداتا اوكي الاكس ام ال فايل انا نعم لانه الاكس ام ال فايل كثير كبير وتقدر تقعد بهالنيش والفورمات فايل كان بده كثير وقت بروسيسنج اكثر فقلنا لا نعمل احنا دوت زي دوت بدنا اياه وبيجي الفورمات فايل بقى الداتا بدخلها بالداتا بيس فبتكون اسهل من انك تخلي الفورمات فايل يقرا الفايل كله من الاول اوكي فبس وضع بس فكره الاتريبيوتس وال الدكتور اذا كانت النود لها اكثر من اتريبيوت تجي ليش اذا كانت النود لها اكثر من اتريبيوت في جيت اتريبيوتس بس رجع لك ستراكشر اكزاكتلي وايتن زيرو الاتريبيوت الاولى الاتريب الاتريب نفس الشيء يعني هي الجود نيوز في البير انه نفس الستاندرد بيابلاي على كل شيء لما رحت على السيبان اكشولي اذا لاحظتوا من الدوم في كثير سب باكجز هاي طلع انه الباكج دوم في اكس ام ال دوم نود اكس ام ال دوم دوكيمنت اكس ام ال دوم دوكيمنت تايب اكس ام ال دوم اليمنت وفي هذا بس الاليمنت اذا بتروح على اكس ام ال دوم اليمنت اف يو كليك اون ات بتلاقي الميثود تبعت الاتريبيوتس هاي get attribute set attribute get tag name remove attribute بعد مرات بدك الattribute مثلا الايج او سالري بدك تقيمه لانه بدك تبعثه لحدا المفروض يشوف السالري اوكي سو يو كان ريموف الاتريبيوت سالري اذا بدك set attribute node يو كان تشينج الاتريبيوت فاليو هلا بدي اشوف لاحمد اذا في طريقه اجيب كل الاتريبيوت ريموف اتريبيوت نود في جيت اتريبيوت نود بده يكون لا جيت اتريبيوت باي نيم جيت اتريبيوت ريموف اتريبيوت لا في هذا جيت اتريبيوت نود بجيب النود كلها وساعتها اي كان اكسس ايتم اوكي بعرف شو سكسسفول انا بشرح الكود لانه اتس ايزي يا شباب انه واحد يشرح كود انه كوده واحد يفهمه بس صعب يمكن يشرحه لناس ثانيين بس يعني اذا فهمتوا بالاخر شو بيعمل البارسر وشو الميثودز اللي عليها وعندك اكزامبل ببعثك الاكس ام ال فايل والبارسر يو ران البارسر اكس ام ال فايل شو بيطلع اند يو كان تراي وطلع على السي بان شوف على الميثودز اند يو كان اندرستاند وات ذا بارسر داز سو بيسكلي هذا هو سو اتس ايزي بيسكلي انك تطلع اللي بهمك على ال على التكست فايل جوزا في اشي مهم هاي كنت اجيب الاتريبيوتس يير ديت تايم وكنت اعمل عليه بعدين بارسينج ذا ديفايند كان يهمني لاحظوا هاي الشغلات يو كان دو ات بالاكس اس ال تي بروبابلي يس يو كان دو اوكي بس هون يو كان دو ديسيجنز اند يو كان مانيبيوليت ذا داتا يمكن بشكل اسهل من اكسس ال تي اوكي ايش في شيء ثاني جيت انت باي تاج نيم اذا في ميثود ثاني كنت اناديها انا لا كان هذا الميثود كانت كافيه الي فور ماي نيد جيت اتريبيوت نوت جيت فاليو جيت باي تاج نيم لاحظوا الفايل يمكن كبير بتحكي عن 700 سطر او 1100 سطر لكن بالاخر الكود سيمبل ستريت فورورد اذا فهمت جزء منه انك تفهم بقيه الاجزاء ما كانش في شيء سبيشل اوكي اللي حلو بالبيرل اللي انتم تعرفوش البيرل اذا تعطيه برنت قيمه بعملها برنت على السيرفر اوتبوت على الشيل اذا تقول له برنت وبوينتر على فايل بتطلع بالفايل فهي سهولة البيرل انه عنده ستاندرد واي اوف ديلينج ويز انيثينج مع فايل ولا مع شيل ولا يبعتها عن طريق النت كله بالنسبه له سيم كوماند بس بيفرق شوي الفورماتنج
So it's nice. The Perl متعود عليه. It's simple. Okay, وبالآخر أصلاً كنت أقوله dispose عشان أقوله امحك امه ريح الميموري. هاي كنت أقوله ذكروا لما خلصوا dock the post dispose يعني free الميموري اللي عندي فيها. أي سؤال معين؟ في investment لازم تعملوا أنتوا. Still. بس على الأقل مش إشي صعب اللي تقول صعب فهمه. وعلى جميع الأحوال أنا بعتقد إنه الإنسان لازم يوثق يديه في الكود. إذا ما برمش في إيده there's no way. يعني أنا بذكر كلكم تفهموه. بس تفهموا هلا وترجع على البيت بمشاكل أسرية وعائلية وفي الحارة وفي الطقيه وطخ البطل بذكر أي شيء إذا ما تعمل الكود لحالك. أوكي؟ هلا رح نأخذ الحالة الثانية اللي هي يمكن أصعب شوي. هالمرة بعطيك CSV file وبدي أقول لك ابني XML. أول سؤال لازم تطرحه كيف بدي أعمل XML؟ كيف؟ بحاجة لـ DTD. الـ DTD هو اللي بيعطيني الـ instructions on how to build the XML file. Let's see an example and you'll see it's very simple. طبعاً الحاجة من الاختراع. هذا البروجكت انعمل لأنه كان عندنا ماشين بتطلع CSV. وكان لازم احنا تفيد another machine that takes XML files as input. فكان لازم تحول التكست فايل ل XML تفيد للماكينة الثانية. فهون اضطرينا انه هلا راح تلاحظوا شيء. انا عندي هون DTD file. من غير DTD file I cannot build an XML file. لانه هو اللي بدي يقول لي انه انا كيف بدي اعمل XML file. هذه هي الشروط اللي I need to respect while building the XML file. خلينا نطلع على DTD file. زي ما انتم تتوقعوا شفناها يمكن احنا في المحاضرة الأولى إنه DTD file هي عبارة عن تعطيك العلاقات اللي تربط الـ elements that you need to respect. تذكروا بالـ DTD كل شيء ما يبدأ بأكبر علامة استفهام فهو كومنت. فهذه كلها كومنت كلها كل واحد اشتغل على هذا الفايل حط يعني زي ما تقولوا حط كومنت. فكل هذه الكومنت عادة ار اجنورد باي البارسر. اول شيء بدك تدور على كلمة element. اوكي لاحظوا شو بقول لي DTD فايل بقول لي لازم يكون في عندك انت تاج اسمه تيست ريزلت نوتيفيكيشن إلو ولاد from role global document معلومات هاي وهاي. اوكي هذول لازم يكونوا. اوكي وتذكروا هلا العلامات اللي هي اذا ايش مين يعني طلعوا لوت ريبورت بلس يعني ممكن يكون مره او اكثر لو question mark صفر او مره نجمه صفر او عدد لا نهائي من المرات. هلا هذه الشروط اللي انا لما ابدا XML I have to respect. اوكي اوكي هلا هي هنا الشيء ايش في بعدين عندي المنتين اسمها from role. هلا الفروم رول هو element من هذا وهو نفسه في عليه condition انه لازم يكون له ولد اسمه partner or description والpartner or description في عليه condition يكون عليه contact information يا مرة يا صفر. إذا أكثر من مرة مشكلة. شفت الشروط اللي بحط عليها DTD أنا لازم أحترمها لما أبني XML file. ولازم يكون عندي كمان في اسمه global partner blah 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 وكمان في اسمه partner description. كل واحد منهم contact information لاحظوا هذا إلى أولاد هذا إلى أولاد هذا إلى أولاد هذا إلى أولاد contact name contact name نوعه free form text. free form text عبارة عن past data. هخلص لما تصل لهاي هي هاي واحد خلص. اوكي يبقى لازم يكون موجود it has to have to be there. اذا مش موجود لازم نعمل مشكله لما ابدا XML file. حاول ان اعمل شيء داتا ما بقرا XML file يحسب اللي بدي هنا. اوكي بعدين الفري فورم شهاده بس داتا بعدين الفري فورم تكست. اوكي هلا الفري فورم تكست هو بي سي داتا لكن له اتريبيوتس
لازم يصير لازم يكون النوع سيدي الداتا اوكي الداتا عاديه ممكن يكون عندك فتره الاتربيوتس امبلاي ايش امبلاي يعني ضمني يعني اذا مش موجود it will assume a default attribute إلو هلا عندي كمان الايميل ليست ايميل ادرس اللي هو هيو هذا الليمنت الثاني اللي هو ايميل كونتاكت انفورميشن اوف تايب بي سي داتا الليمنت فاكس مايل نمبر هو هذا ممكن يكون موجود ممكن لا هلا اذا مش موجود بزعلش موجود مره بزعلش موجود اكثر من مره بوقف وانا ابني هلا بس لاحظوا تقولوا لي في كثير لود هلا صار على مين على الديفلوبر انه لازم تبقى شيء اي اجري بس بالاخر وهذا اهميه البي تي دي بارسر اللي ما قدرت اكمله على الفايل 12 انه بعد ما تخلص انه تبني كل الاكس ام ال يو كان رن البي تي دي بارسر تقول له شيك لي انه اللي انا بنيته بيحترم البي تي دي هذا فبقولك اذا او لا لا بالاخر فذاتس ذا جود نيوز اللي انت بتشيك وهو بيجي من وراك بشيك اوكي في الكوميونيكيشن نمبر لازم يكون بي سي داتا تليفون نمبر له ايميل اسمه كوميونيكيشن نمبر الكوميونيكيشن نمبر هو هذا لازم يكون بي سي لاحظ انه العلاقات مش شرط تكون بالترتيب مش شرط انه يكون هذا واولاده وراها لاحظ انه الفاكس مايل كوميونيكيشن نمبر كوميونيكيشن نمبر بي سي داتا في التليفون عنده ورقة الكوميونيكيشن نمبر بيجي قبله فاذا صدر اللي متر بالاخر ببني العلاقات صح دي. بعدين بقول لي بقول لي اللوج ريبورت لازم يكون عنده اليمنت هذا يا مكرر يا برا يا صفر يا مكرر مره هذا مكرر عدد يا صفر يا انفنتي من المرات فاذا بلاقي اكثر من مره انا بزعل لانه هذا بدي اديه شو قلت لي فانا بشتر على هواء اوكي بعدين اللوج ريبورت بقول لي انا في عندي ليست اوف اتريبيوتس السكيورتي يا public يا confidential وإذا لم أعطى default public واضح؟ التست مود يا MFG يا ENG هاي required يعني إذا مش موجودة ما تكملش بناء الـ XML لأنه ليش مطلوبة؟ لأنه اللي بدي أعمل XML file هو لك هذا اللي بدي إياه إذا مش موجودة ما بعرفش أعمل له parsing بالفايل فأنت you have to build it to respect XML لوج سافكس ريكواير هذا امبلايد بمعنى اذا الاوبريشن مش موجود مش مشكله الماكينه اللي اختارت الاكس ام ال فايل ات نوز الديفولت فاليو اذا ما لقته هذا فرق بين ريكواير بين اوكي بلا 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 طبعا في عندكم كمان فيلدز كمان اتريبيوتس ذات هاف تو بي ريسبكتد لسه ما وقفتش لسه في كمان على كل الاليمنتس الثانيه فراسه انه will become at some point a burden بس انه شو بدك تسوي اوكي في كمان لسه كمان elements وفي لاحظوا element not great بيجي empty لكن له attributes له تنتين desk يعني description و great واحدة required تنتين required اوكي والتنتين نوعهم سي داتا وبكمل بقية elements اوكي لاحظوا الليستة طويلة كثير اوكي لاحظوا مع مرة ال في سي داتا ديفايس تايب نمبر اذا انت ما حطيتها بعد فوت بحط صفر هو اذا انت ما عبيتها it will be considered as zero which is okay في لكل الاليمنتس الثانية في ليست اوف اتريبيوتس و ديفولت فاليو ريكوايرد ولا لا اوكي واو اتس هيومنجس خلص هاي انا ذكر اخر سطر هذه البي دي لما انا ابنيها I will respect it وبعد ما اخلص بناء الاكس ام ال فايل I will run ال دي دي باسر بعطيه الاكس ام ال فايل اللي طلع وبعطيه البي دي بقول له شيك اذا طبعا شيك انا بدي اخليه شيك بس في ميثود بتساعدني بالتشيك واضح؟ جابي دي 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 هلا باجي هون بطلع البوستر تبعي هاي البوستر البوستر نوعا ما كبير 1400 سطر حوالي بس هلا شوف كيف بدي ابنيه خطوه خطوه وكله باستخدام الميثودز تبعون الدوم اوكي
طبعا التعريفات هون قدرت اعمل كومنت على البارت دي دي لانه بحاول اجيب المره الجايه الجهاز اللي بتبتل اذا في سيرفر نشوفه وتشوفوه ان شاء الله اشوفه اعطي لنا لانه غير قدران البارت دي دي واتاكد انه مش هذا عباره عن تعريفات هذا عباره عن ماي variable section so nothing unusual over here اوكي عادة ببدأ يقرأ الكود عند أول إف ببدأ الإكسيكيوشن اللي هو بس يقول المين كيف السي ببدأ الإكسيكيوشن من المين عند أول إف بلاقيها ببدأ الإكسيكيوشن أوكي هلا أنا ما عندي فايل أعمله باسينج عندي فايل بدي أبنيه هلا هو بس بشيك على بعض المعلومات اللي تنعطالي هلا ما بهمكم أنتوا ببدأ همكم المرحلة من هون هلا نفس الشيء البيرل جبانه انه بيقدر يتعامل مع زد فايل يا دوت زد يا دوت جي زي في اتس انكلود في يور موديولز بيعمل لها انزيبنج بيعالجها وبرجع بسكرها كمان مره فكله انت الك بضله ترانسبيرنت اوكي بفتح الفايل كله هون بس عمال بقرا بعمل هاندل بتعرف بالسي الاف اوبن فانكشن تو هاندل تو اوبن بالبيرل اسمه اوبن بقرا الانبوت تاخذ الريدايركشن باللينكس الانبوت هو الفايل نيم اللي عبر عليه مش كثير مهم انك تعرف التفاصيل بالبيرث انتوا بيهمكم الوضع من ما ابدا ابني الفايل هاي هلا انا ما عمال بعمل باسنج تري انا بدي ابني التري اكشن صح انا عم بدي التري فبقول له راي دوك اكسمل دوكيمنت نيو انا عمالي بفتح هلا نيو تري فبعد اخلص منها اي هاف ان امتي تري فيش فيها ولا شيء اوكي بقول له ذكر الاكسمل دائما في له سكشن هيدر فوق اللي هو از ان اكزامبل اطلع بقول لك لا مش هذا اللي هو هذا بروبلي هي اللي بقول لك اكسمل فيرجن 1.0 هذا في له ميثود في له ميثود مشكلة مرة ارجع افتحها ارجع عليها في ميثود اسمها create xml declaration dcl دكل اوكي طبعا من ما جبتها لمش من عادي في جول xml دوم رح تلاقوا document xml دوم document XML دوم بقى هي دوكيمنت هيها في create element شو كان اسم الفانكشن create ايش اسم هذا create XML declaration هيا هيا صرت XML declaration بس في create ولا create create element XML declaration. تعطي الفيرجن بنكودينج والستاند الون بس عشان يعمل لك الاكبر والكويستشن مارك اللي بتلاقيها بالXML فايل. اوكي تقول له ال1 وايش نوع الانكودينج؟ اوكي 1 يو دي اف دازنت ماتر. اوكي هي خلقت انت هي اكشن شو اللي عمله هو الXML فايل خلق نوع اسمها ديكلاريشن اللي هي بتجي هيك هيك XML version شو قلت له انا 1 اوكي بقول لك 1.0 والانكودينج ايش كان يو تي اف اكزاكتلي بيعبي الهيدر تبع الXML فايل اللي هو بيكون عباره عن نود سبيشال بتلاقيها لما بتقول له تكريت XML فايل اوكي بعدين هلا انا بعرف من الدي دي دي هلا هو اللي بيهمني إن كل مرة أظل عنهم بس بدي أفتح الدي دي دي بدوكيمنت بدي أظل كل مرة أكنسلها خليني أجي هون هاي الدي دي دي خليني أفتحها ب بوورد دوكيمنت وين أوبن ويب كيف أوبن ويب شفت نعمل اوبن مش معطي
ايديفال من نوتباد بدي افتحه بوورد يعطيني خيارات اوكي طويله بس كانت تعطيني اوبن ويز مش مشكله يلا نوتباد از جود انف بس او لا مش جود انف اعطوني اياها صلاه طيب ماشي وهو صار دبر شو بدي اياها في نوتباد هلا هلا بدي اياها اوبن ويز هاي انزل عند اول اليمنت تذكروا اول اليمنت انا شفتها شو كان اسمها اول اليمنت تيست ريزلت نوتيفيكيشن هي بيسكلي اللي بنروح على كل شيء لانه هي فيها كل هدول وهدول اللي هو اليمنت من تحت اوكي فهذا بتهمني هل هي الروت رح تكون فقلت له كرييت دوكيمنت تايب باسم النود هاي اللي هي الروت بقول له بدي ابنيها والليدي تبعها بس اكشولي اتس كومنتد الليدي دي فايل اللي انا بدي اتست عليه بعدين اللي بدي اياه تو ريسبكت الليدي فايل بعدين اوكي هلا شو بقول له لهذا بس خلص الدوكيمنت هلا بقول له دوك كريت المنت هلا هون اول مرحله كريت المنت اسمه تست ريزلت نوتيفيكيشن لاحظ هذه نود اسمها تست ريزلت نوتيفيكيشن لكن بلاش ولا ولا إلها اباء ولا شيء لا لا نوت هاف اوكي ايش بدي اياها هذه بدها تكون الروت روت دوت كرييت المنت تست ريزلت نوتيفيكيشن بقول له هذه هي الروت اوكي والدوك ابن تشايلد الروت فهلا صارت هاي التشايلد نوتيفيكيشن بنت الدوكيمنت بنت ال append child يعني الدوكيمنت الدوك صار له child اللي هو root اللي هي هي عباره عن اول بعرف انه هذا هو الدوكيمنت هذا اول نود بدي انزل منه اوكي بعدين في شيء اسمه create comment ليش بحط create comment انه building XML file from dump فايل جنريتد باي سكريبت تتتا على اساس انه اللي بيقرا اكس ام ال فايل يعرف انه هذا اكس ام ال فايل خلقه سكريبت ومش كذا بتعمل اوكي ويروح يدور على السكريبت اللي خلق الفايل اذا عرفت انه فيه مشكله اوكي بس بضيفه از كريت كومنت اتس ا ميثود تو اد كومنت فهو شو بعمل لك؟ بعمل لك هيك وهيك وبكتب لك الكومنت تبعتك بسكرها اوكي ذاتس ذاتس بعد شو بقول له؟ هلا تذكروا بالفي دي دي من الديتي دي بقول لي انه الاليمنت هاي تسس نوتيفيكيشن لها ولد ولدين ثلاثه اربعه خمسه سته او اكثر من لوكس ريبورت واضح؟ فعلى الاخر عنده ست ولايات او اكثر لانه هذه بتكون يا مره او اكثر اوكي؟ ف بخلق كرييت اليمنت فروم فروم رول والفروم رول انا بعرف ان الفروم رول لها ولدين لها سوري لها ولد واحد لها ولد واحد فبخلق لها فروم رول خلقت كرييت فروم رول اسم التاج البارتر ديسكربشن اخلق لحظه خلقت الفروم رول هاي الفروم رول وخلقت البارتر رول بس لسه ما شلعت العلاقه شبكته لسه ما شبكته بخليهم يا ازنهم بعد ما خلقها بخلق كمان كذا نود اوكي خلص بقول له كرييت 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 عمال بخلق نودز منفصله اوكي هلا وين بدي اجمعها خلقت كمان نود اللي هي فاضيه هلا ابن تشايلد خلص الفري فورم تكست النود التكست هي فاضية صار ابني فري فروم فري فروم تيست اوكي والكونتاكت نيم
والفري فورز ابند شوال على الكونتاكت نيم. لاحظوا هلا شبكت، هلا شبكت التكست اتسنو. اوكي بجيب كيف تذكروا من الجيت فاليو، ها الجيت فاليو مثله فاتسنو. او قلت له قلت له تكست انت ابن الفري فروم تكست، الفري فروم تكست انت ابن الكونتاكت نيم، والكونتاكت نيم اذا بتكمل لتحت هتلاقي انه هي ابن واحد فوقها. عم بدل ابني علاقات الاباء في الابناء، هل بدل رح تكون مهمه لما اصل اكسبير كيف بده يمشي اوكي ويدور على المعلومه. اوكي مره الانزل الكونتاكت نيم، لو على الكونتاكت نيم رح تلاقوا ات سم بوينت الكونتاكت هاي الكونتاكت نيم صار ابن الكونتاكت انفورميشن. اوكي والايميل ادرس بنت الكونتاكت انفورميشن، هلا صار الكونتاكت انفورميشن له بلدين، له كونتاكت نيم، كونتاكت نيم و ايميل ادرس. طبعا من وين بدي العلاقات انا؟ بدي الدي في دي اخذتها، غير هيك ما بعرف ابني العلاقات، غير هيك انا بجيب تكست فايل بدي ابني العلاقات. اوكي؟ لاحظوا هذا ولاد الكونتاكت انفورميشن مش مسكي، الفاكس نمبر مثل الكونتاكت انفورميشن، التليفون نمبر مثل الكونتاكت انفورميشن، لسه بخلق النوتس فاضيه. لاحظوا ما عم بحتاجها انا، عم بخلق نوتس لهلا فاضيه، ما عم بحكي فيها شيء. اوكي عشان تشوفوا بس قبل ما اكمل الفايل اللي بدي احوله للاكس ام ال فايل موجود في النيو سيل. هاي الفايل هاي خلنا افتحه بس في وورد باد. اوكي هاي الفايل. اوكي فايل فيو اكشلي كان عكس اذا لاحظتوا الاكس ام ال طلع التكست فايل، انا باخذ نفس التكست فايل هلا احوله للاكس ام ال. اوكي فيو شويه معلومات اكشلي انا مش كذا فيوش فاكس نمبر هذا ولا فيو شيء ولا فيو لتس بول. استنى بحكي واحد ثاني. بسأل لك من وين عم باخذه؟ عم بقرا الفايل. لا مزبوط عم بقرا من يوسف. لاحظ قديش طويل الارجمنت. بدي كنت اسخن من هون. بسم الله الرحمن الرحيم. بعض مرات تيكس لوتس اوف انبوت فايلز تو دو ذا بروسيسينج. اني ويز مش البيج ديل. اوكي. بعدين اخلق نكمل بزنس شارت، اخلق ايش اسمه سبلاير تكست كرييت اسمه سبلاير، وبعدين حطوا هذا از تشايلد للجلوبال بارتنر رول كلاسيفيكيشن نو كود وات ايفر. بعدين اخلق كمان المنت حطها هون، اخلق كمان المنت، اخلق كمان المنت، اخلق زيدا از تشايلد لهي. اوكي كل ذكر كمان مره انه اول اوف ذات هاز تو ريسبكت ال دي 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 اللي عندي اياها هون. لهذا رح تقولوا لي اوكي انت عم تبنيها على راحتك، بس عم فيكم كيف بقدر اشيك في الاخر عليها. كمان مره بدي نوتس فاضيه عمالي هلا ما عم بدش في النوتس. اوكي نوتس فاضيه كريت المنت. اوكي هلا بحط الفاليو اذا في شيء فاليو، اذا في شيء ريكواير مثلا اذا في اتريبيوت وبعرف انه ريكواير من الجي تي دي. هلا انا از بروجرامر بعرف انه في عندي السكيورتي هي عباره عن اتريبيوت من اللوك ريبورت وانه لازم تكون بابليك باي ديفولت اللي اذا اعطيت شيء ثاني، بس انا بحطها في الاول بابليك. اوكي لحد ما تجيني شيء اخر. اوكي ابند ابند ابند. اوكي بنضرب انا
بس اجعل التعباي. اوكي هلا بعد ما انا خلقت الهيكليه بعد ما خلقت التري والعلاقات بيناتهم فاجي هلا بدي اعبي الداتا. اوكي لاحظ ببدا اعبي اولها بعرف الديفولت فاليوز سكيورتي مثلا بابليك بعرف التست مود الديفولت وات ايفر هي زي ما كان مطلوب بالدي دي. اوكي اوكي بعدين ببدا اطلع اذا عندي شيء اسمه لوت ايدنتيفيكيشن اذا 2 لو 0 هو في لوت ايدنتيفيكيشن هذه كانت ريكوايرد بالدي تي دي لوت ايدنتيفيكيشن سأعمل هيها هون تقول F I then T هاي لوت ايدنتيفيكيشن وين هاي لوت ايدنتيفيكيشن في إلها كذا ولد لوت ايدنتيفيكيشن إلها إلها ولاد هاد وهاد يمكن موجود أو مش موجود بس ده أكيد موجود. وهذا برضو إلى ولاد اللي هم بي سي داتا وهذا سكندري إلى برضو ولاد ولده إلى ولد وديت طيب يعني بدنا تعرف ماشي على العلاقات صراحة زرخة شوية هي تبني الإكس إم إل بس أني ويز ما تعرفين رح تاخذوا ماكينة فإذا أخذته صح it will always take it as the right way. اوكي بكمل بناءه بكمل بناء لاحظوا الابين شوار بحط العلاقه صح that respects the DDD. اوكي لاحظوا plenty of creates ضبط العلاقات لاحظوا أنا في الأول بعطي الأتريبيوتس الديفولت اللي جاي من الـ دي دي بي. أوكي بعدين ببدأ أقرأ الفايل كان مطلوب إني أحط شيء هيك أسمه زي سكشن داتا النتيجة تبدأ من هون هلا لسه بعمله بعبي بن شايل هذول بقى حرف الكمان اوكي هلا الوايل 1 هون هلا سفر الفيلدز اذا بتطلعوا كان الفيلدز عباره عن كوبا سيبريتد رايت وين الفايل كنت اقراه انا من نيو سيل هاي الفايل نفتحه بنوت باد. It's a comma separated file. عظيم. اللي هو بيسكلي كان عبارة عن الويفر عن إحداثيات لكل داي ومجموعة التستات اللي عملت عليه كل واحد ووكينج كل واحد ووكينج كل واحد ووكينج. أوكي. فأنا سب البيرل أعمل له بيسكلي بين هذه الفونكشنز وسبلت. ولو سبلت السبريت يكون الكوما ورجع لي هم كفيل سبريت باي الكوما. وأنا بأخذهم بأخذهم بأري. الات بالترمينولوجي بتاع البيرل عباره عن اري اوكي فالفيلدز اوف 0 هي البوينت من 0 والفيلد اوف 1 من 1 اتس اوف بعبيها انيويز التفصيل بعدين اذا انتم فهمتوا الفكره كيف ببني كل مره النوتس وبربط العلاقات بيناتهم ليتس دو ايران اند ذن بروبابلي ذات ويل ميك ثينجز ايزير كلير عشان بس بدنا نعمل كوبي للاسم الكوماند رح اذكرها وين هي هذا لا مش هاي لا رجع على هون صار نسل كان نسل بعد كليك احليها بنوت باد خليني اخذ هذه من بيرل كنترول سي على هون رايت كليك بيست
اوكي علي هون بيسكلي هيو البيرل اسم سكريبت. بعدين هون باخذ ارجيومنتس هون الفولدر وين موجود الفايل السي اس في لحظه دوت اكس ام ال دوت سي اس في الفايل هيو سي اس في باخذ شويه ارجيومنتس وباخذ بقرا دي دي دي. هلا بدي بعطيكم اياها كيف بس بشيك لانه عمل كومنت رح اعمل اوريكم اياها بس اخلص هي عمل بعمل ران يعني طلع على الميموري شو عم بيصير فيها ورجع تشبر بس اول مره ما طولش الفايل صغير اوكي لاص الميموري شو طلعت منيح هي عم بيصير الاكس ام ال فايل نروح على الاكس ام ال فايل اللي خلقوه تك النيو سيل هل اسمها فايل تاريخه امتى 11/6/27 اللي هو تاريخ جهازي هلا اوكي اوكي رايت كليك افتح الفايل لود هو عملوا عملوا سطر واحد طيب خلينا نفتحه ب خلينا افتحه بشيء ثاني افتحه بورد باد ربما بكون بيجي كذا سطر اهي لاحظوا هاي الديكلاريشن اللي حطه هاي الدوكيمنت اسمه بلا 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 لاحظوا الهوم سيستم اسم ال دي 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 فايل اللي انت هاز تو ريسبكت بعدين هاي اول المنت لاحظوا الكومنت اللي حكيتها من انكس ام فايل فروم دوم جنريت باي سكريبت بلا 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 هي من الثاني المنت بعدين خلق كل العلاقات لاحظوا كان كلهم فاضيين عمليا ما لقيتش شيء انا بالفايل احطه بس لقيت تاريخ ديت ستامب 2007/03/01 التايم الساعة 8 الصبح 48 دقيقة 21 ثانية 000 بلا بلا اوكي بعدين هاي الداتا بدأت تتعب هون بس ليش حطها كله ورا بعض مش باقي اعمل مش حاطط نيو لاين فطلعت كلها ورا بعض بس هذا الفايل هلا مش شغال هلا السؤال انا عملت تو ريسبكت اي دي دي ناو كيف بعرف انه دي دي هاز بين ريسبكتد هلا كل الكومنت لاينز راح توضح لكم واتس هابينج بهذا السين اذا باجي على السيبان باجي على السيبان خلينا نعمل واحد جديد سيبان اسمه بارس دي 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 راح تشوفوا من الميثودز اللي عنده في عنده ميثودز صاحبنا بترجع بوليان بعطيه كل مرة اسم التاج مثلاً مش هاي هاي مثلاً attribute value allowed بعطيه اسم التاج بعطيه attribute بعطيه value أنا حطيتها بعد ما هو يكون عامل الباث جديد هو بعمل actually new and pass the DDT بعدين أنا لما بعطيه أنا اسم الالمنت والأثر من الفاليو أنا عبيته هو برجع لي إذا الفاليو الله ولا لا واضح؟ اللي بولي يعني 0 or 1 إذا الله إذا بقول أنا هذا التاج لهذا لا تتحدث هذا الفاليو هل هذا بسبكس الDDT تبعك؟ فبرجع لي 1 if that's correct 0 إلا إذا رجع لي 0 طوال بطره بقول أنا عبيت أنا الإكس مان بشكل غلط مثلا شيء ثاني الاتريبيوتس الاتريبيوتس في اتريبيوتس ار ريكوايرد اوكي انا بدخل له اسم الاليمنت لا مش هاي اكشولي هاي اسم الاتريبيوت فاليوز بدخل له اتريبيوت بدخل له اليمنت واتريبيوت وبرجع لي اذا هذا الاليمنت له هذا الاتريبيوت يعني لاحظوا انه طلعوا مثلا اللوك الاليمنت اوثنتيكيشن له او بلاش بدنا ناخذ اللي فوقه الاليمنت لوك ريبورت له كل هذه الاتريبيوتس اذا بعطيه اليمنت وبعطيه اتريبيوت مثلا كوكو هذا واضح واضح انه كوكو اسم ضمن الليست الاتريبيوتس فلازم طوالي الميثود get allowed attribute get required attribute no get attribute value إذا بعطيه element والattribute برجع لي one إذا الattribute صحيحة
تابع للالف هاي وزيرو اذا لا. واذا زيرو بعرف انه انا معطي شيء غلط then the zone suspected دي دي. واضح؟ في طريقة أسهل؟ probably بس على خل هلا كيف موجودة عندي في الكود أنا؟ أنا تعملها بلفة غريبة بس لأنه ما كانوش الميثودز هذه لسه معرفين. هلا لما ال دي 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 اف دي 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 هاي ال دي 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 بارس انتر دي 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 انتر لاحظوا انا لو انه عملت كومنت بعطيه انا ال دي دي بقول له اعمل لي نيو بارس اللي بعمل بارسينج للفايل دي 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 فايل بعمل بارس لكل الاليمنتس لكل الاتريبيوتس وفي ميثودز مثلا جيت كل التاجز جيت دوكيمنت تاج بعطيني كل التاجز اللي عندك اياها انت في ال دي 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 اوكي كيف بستخدمها بعدين عشان اشيك بعدين لاحظوا انه انا بعد ما بنيت الملف قلت له جيب لي الليست اوف اتريبيوتس تاج كل التاجز اللي جاب لي يوم الدي بعمل عليهم انا لفه بقول له لكل اتريبيوت من التاج وبجيب تاج تاج وكل تاج بجيب منه ليست اوف اتريبيوتس ولكل الاتريبيوتس بجيب الديفولت اتريبيوت لكل وحده وبجيب اشيك لا بجيب اخذ سوري هون كنت اخذ الديفولت اتريبيوت اعملها سيتنج لانه ما كنتش عارف الديفولت اتريبيوتس انا لحالي كنت اجيب الديفولت اتريبيوتس اعملها سيتنج بس التشكيل لازم كنت كيف بدي اجيب الليست اتريبيوتس من الدي دي دي عشان اعبيهم كنت اقول له مثلا الديفولت سايز جيب لي من الدي دي دي جيت اتريبيوت ديفولت فاليو وبعرف الديفولت فاليو قرار من الدي دي دي لهذا الاليمنت ولهذا شو اسمه الاتريبيوت فجيب لي الديفولت اليمنت وكنت انا اقول اذا مش موجود كنت انا اعبيه صفر لانه كانت الماكينه تتوقع انه يكون موجود اذا مش موجود كانت تكون صفر عشان صار سيس كل أيام صراحة ب explaining code is not a simple thing تبعت معي لحد ما أوكي يعني واضح شو المطلوب probably بعمول بشكل anyway اللي راح يصير إنه مش عارف أعطيكم هذا الكود أعطيكم كود مبسط كتير دي 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 صغيرة passing the XML file صغير sorry تصير في file صغير بيطلع من XML file صغير فيه مجموعة في مجموعة elements و attributes و default values فبدي اوجهكم كل واحد منهم كهو بفري ليستكس بس اوكي احسكم زهقانين انا اليوم ايش؟ عشان ما خدناش بريك هي لسه الساعه صار 3:30 طيب نعمل بريك بس 10 مينتس هلا عملت كل هذا اللي شايفينه انتم هلا الاكسبيرت بتقولوا لي واو منيح في دوم من غير الدوم شو كان عملنا؟ ولا شيء لانه هلا الفاث بتمشي هلا على النودز وهي دور